عايز ابتدي معاكو او ابتدي معاكو من حاجه اسمها سبيس اكس، شركه اسمها سبيس اكس، وابتدي مع صاحب الشركه اللي اسمه ايلون ماسك. عصر جديد من تكنولوجيا الاتصال بدا يقرب بعد اطلاق شركه سبيس اكس صاروخ اسمه فالكون 9، اللي هو النوع الثاني من الصواريخ في شركه سبيس اكس. ابتدوا بفالكون 1. فالكون 1 في المره الاولانيه فشل، في المره الثانيه فشل وما طلعش، المرة الثالثة فشل برضو، وإيلون ماسك بيدفع فلوس من معاه. ثلاث مرات فشل فالكون 1. بعدها فالكون 1 طلع للفضاء ووصل في المرة الرابعة والمرة الخامسة، وبعدها ابتدوا يطوروا الصاروخ ويبقى اسمه فالكون 9، اللي عليه الدراجون كوكبات، أو عليه على رأس الصاروخ حاجة صغيرة كده تقدر تمد محطة الفضاء الدولية بكل الحاجات اللي هي محتاجها. والصاروخ ده يقال ان هم بيطوروا صاروخ يقدر يروح الفضاء ويرجع عشان ما يبقاش فيه فلوس على الفاضي، ريوزبل، زي كده ما بتستخدم الكان مرة تانية، ريسايكلينج، صاروخ يروح القمر ويرجع، يطلع محطة الفضاء الدولية ويرجع، ومش مأهول بالبني أدمين، مفيش إنسان موجود في الصاروخ ده. زي ما حضرتكم شايفين دي صور للصاروخ فالكون 9. الصاروخ ده زي ما قلت لحضراتكم بيبقى فيه جزء فوق بيتحط فيه الحاجات اللي هم عايزين ينقلوها للفضاء. من اهداف سبيس اكس كمان انها غير انها تنقل الانترنت وغير انها تنقل حاجات لمحطة الفضاء الدولية، عايزين يستعمروا المريخ في جيل جديد من الصواريخ والمركبات الفضائية الخاصة بيهم. نجحوا من رابع مرة زي ما قلت لحضراتكم، اول وتاني وتالت مرة فالكون 1 فشل، فالكون 9 نجح بعد ما استخدموا فالكون 1 في المرة الرابعة والمرة الخامسة. في شغل بيحصل، وكمان بيطوروا عشان الدراجون بيت أو الكوك بات اللي موجودة أو قمرة القيادة أو الجزء اللي موجود على رأس الصاروخ ده بيطوروه عشان يكون في بني أدمين في الصاروخ تطلعوا القمر. المهم إيه اللي حصل بقى؟ كل دي مقدمة لطيفة كده عن سبيس أكس. فالكون 9، صاروخ فالكون 9 في المرة دي اللي طلع بيها إيلون ماسك وأعلنها للعالم كله، طلع الفضاء وعلى متنه 60 قمر صناعي. شايفين الرقم ضخم ازاي؟ دول كبيرة في العالم بتحتفل انها بتطلع قمر صناعي واحد للفضاء. الصاروخ ده فالكون 9 طلع وعليه 60 قمر صناعي لتزويد الانترنت. بايه بقى؟ مش دي اسأل، ولا برود باند، ولا بالدايل اب اللي كان موجود زمان، لا، عشان يزودوا الارض كلها وكل منطقه في الارض مأهوله بالسكان بانترنت بسرعات خارقه فوق ما انت تتخيل. الخطوه دي اعلن عنها ايلون ماسك مؤسس الشركه المتخصصه في تكنولوجيا الفضاء من سنين، لكن ده بيعتبر اول تطبيق عملي لهذه الفكره.